يلا يلا هذه المرحلة الثانية. لا هذا دائما في الوضعية حبنا احنا دائما نديروا اجتهاد تاعنا. احنا ضمن وفد من الشباب للوقوف على الواقع الشعب الصحراوي في المنفى والمظلوم في مخيمات اللاجئين بالسمارة، وهذا من المبادئ العليا للدولة الجزائرية، دعم والتضامن مع الشعوب المظلومة في العالم. جئنا هنا باش نقوموا بتربص تكويني لفائدة المدربين والشبان الصغار. فيه برنامج تطبيقي وتكويني لفئة المدربين على مستوى النادي وبما يخص فئة الرجال وفئة النساء وكذا البراعم الصغار. إذن البرنامج بدأ يوم الأحد وننتهي يوم الخميس إن شاء الله، يدوم 5 أيام.